صباح النور، تحية طيبة تصلكم من ولاية كيبس، ونقلكم أسعار الخضر والغلال والأسماك واللحوم. البداية بالخضار كما قاعدين تشوفوا، بالنسبة للبصل الموجود الحقيقة من 500 إلى دينار. مطمع على 2300. الفلفل الموجود على الكيس، القرع على برج البناء. الأسماك اليوم غالية شوية الحقيقة، السردينة موجودة ب 4000، الوراطة موجودة 35 دينار مربع، أما الشهور أحجر 15 دينار. دونك فما شوية غلاء. صباح النور، قداش العنب؟ العنب 6.5 ونجصر على 6 دينارات بالنسبة للعنب، غالي شوية مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة للبطاطا اليوم كيف كيف، معناها سعرها ما بين 18% إلى 19%. التفاح، عندنا التفاح اللي معناها أسواق مختلفة برشا، من دينار و 15% حتى يوصل حتى 3500 تفاح، أنت والنوع بالنسبة لولاية جيبس. نحكوا على اللحوم، في حدود 35 دينار للحم و 32 للبقري، 8 دينارات كيلو الدجاج والبلح. قداش البلح صديق؟ 15% البلح. لا البنان غالي شوية كيف، موجود ب 8 دينارات ونص. كيف كيف هذايا تقريبا بالفين، بالفين بالنسبة لي التفاح. نعم، نطلع على الدلاع والبطيخ. الدلاع تقريبا في حدود 700 إلى 800 ملي، والبطيخ في حدود معناها دينار بالنسبة لليوم. شوفوا نوعية البطيخ اللي نحكوا عليها، هذا البطيخ كما ذكرنا. وفما الخوخ كيف كيف موجود على 2500 الكيلو. قاعد على البسكوره والعباد ياسر كيف، هذا الدلاع 100 مليم.